ايه لاني انا طلبت. مقولة عند الاجانب يمكن الحصان اذا كان مدرب تدريب جيد اقل شيء يخلي الحصان يقتنع بالصح او بفعل ما تريد هو انك بس تبغى يسوي انك انت طلبت منه الشيء هذا. يعني كونك تطلب من الحصان شيء معين وتبغى يسويه فقط لانك طلبت منه هذا ليس كافي، لابد تعطيه محيط او بيئه تشجع على فعل الشيء ذا في نوع من الصحه. لكن الفكره تدل ان ما في تحكم حقيقي، ان الحصان ما راح يعطيك تبغاه بالضبط فقط لانك طلبت منه الشيء هذا، لابد تجيب محفزات وادوات واوضاع تساعدك على الشيء هذا، مثل المكان المغلق، النمازل، الصداره، السرج، قصع ذلك، فقط لانك طلبت منه التحرك فقط، لا تتوقع انه بيتحرك بشكل مطلوب، فقط لانك تبغى توقفه، لا تتوقع انه بيوقف بشكل مطلوب، هذا ضد الركوب الصحيح. الركوب الصحيح في نظري توقف فقط لانك تبغى توقف، والرفض تعاملي الصحيح بيخليك توقف. تتحرك فقط لانك تبغى تتحرك، وتعاملي الصحيح بيخليك تتحرك، وعقب ما تعطيني ما اريد انا ممكن اسهل لك الموضوع او اخليه جميل بالنسبه لك. أخذك في مكان مناسب، أكافئك على اللي سويته إلى آخره، لكن ما تشرط علي شرط أشياء معينة عشان تعطيني ما أريد. ما يكون التحرك مشروط بأمور معينة، والوقوف مشروط بأمور معينة، والثبات مشروط بأمور معينة. مجرد زوال هذه الأمور يعني فقدان التحكم الحسن. التحكم الحقيقي عكس القاعدة اللي حطونها الغرب، أبيك تسوي اللي أبغاه فقط لأني طلبته وبتسوي، مو بعناد، منك لو عانت الحصان بيحوسك، مو بقوة لأنك سمعت القوة الحصان بيحوسك. دق، أنا أبغى شيء معين أمرك بفعله، سترفض من حدك، بواكبك مواكبتي لك بتخليك تسوي اللي يبغاه بدون أي أمور أخرى أو إضافات. لكن لما أقول طبيعي بيرفض لابد أجيب إضافات ويمكن يعطيني اللي يبغاه، إذا كانت دعوة يمكن حسب مزاجه، مرة بيمشي معك صح مرة بيمشي معك خطأ. في من القواعد الغربية الأجنبية الصحيحة أصح من قواعد ربنا لا شك فيها، لكن لو فهمتها فهم حقيقي تلاحظ أن فيها ثغرة قوية جدا ما ينسفها للطريقة هذه، نسف حقيقي واقعي. بعيد عن موضوع ان اللي يطبقها عربي او مو بعربي، الواقع يقول ان طريقه تقول لك اذا الحصان حاسك ما تحرك سو اشياء معينه تشجع على الحركه، طريقه تقول الحصان يتحرك لاني طلبت منه ولا يستطيع رفض الحركه، وجاب الجاب بدون سرج بدون ادوات بدون عصب بدون مماز احرك احسن منك.